السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد وصفه اليوم ان شاء الله اكيد غادي تعجبكم لانها كتجي لذيذه بزاف وهي كيكه كيندر ديليس بطريقه بسيطه بكريمه اللي بدون ماسكاربون بمكونات بسيطه كنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو للاخير باش طريقه التحضير اذا كنتو كتزوروا القناه اول مره ما تبخلوش عليا بالاشتراك تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وبقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير فبالنسبه للمكونات نبداو اولا بمقادير الجينواز اللي غادي نحتاجو ليها خمسه ديال البيضات بحراره المطبخ 130 غرام من سكر خشن او سكر سنيده كيس من سكر فانيلا 80 غرام من الدقيق الخاص بالحلويات 30 غرام من نشا او مايزينا 40 غرام من الكاكاو المر عندي نصف كيس من خميرة الحلويات ما يعادل 4 جرام وقبصة من الملح فهادو المكونات وندوزو على بركة الله طريقة تحضير فأول شيء وضعت البيض في إناء ضفت ليه قبصة من الملح غادي نطربهم شوية مع بعض يعني حتى كتبان الرغوة ديال البيض من بعد فغادي نضيف ليهم كيس من سكر فانيلا والسكر وغادي نطرب هاد الخليط ديال البيض والسكر مره تانية حتى كيتضاعف ليا الحجم ديالو كيولي اللون ديالو ابيض فمن بعد ما تضاعف ليا الخليط ديال البيض والسكر وكيولي هذا هو الشكل ديالو تقريبا كياخذ كي ليا 10 دقائق من بعد فغادي نزول التراب الكهربائي كتشوفوا الشكل ديالو كيف كيجي الان فغادي نضيف الدقيق واكيد يعني غادي نغربلو هاد المكونات كاملين باش الجينواز كتجينا خفيفه غادي نضيف ليهم النشا الكاكاو المر ونصف كيس من خميرة الحلويات. فغادي نغربل نصف الكمية فقط، يعني نحاول نقسم هذيك الكمية على جوج. غادي نخلط هاد الخليط ديال الجينواز على هاد الشكل يعني من تحت لفوق، ونحاول أنني ما نخرجش الهواء من الجينواز باش تجينا خفيفة. فكنغربل الكمية اللي بقات ليا على هذا الشكل ضروري ما نغربلو هاد المكونات على الاقل مره واحده اذا قدرنا نغربلوهم جوج المرات يكون احسن من بعد فغادي نخلط هاد الخليط ديال الجينواز على هذا الشكل فمن بعد ما خلطت الجينواز مزيان مع بعض كيكون كي هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه الان فغادي نجيب صينيه ديال الفرن اللي سبق ليا وفرشت ليها ورق الزبده غادي نفرغ عليها الخليط ديال الجينواز على هذا الشكل صينيه الفرن ضروري انها تكون مستطيله الشكل فمن بعد غادي نحاول انني نقاد الجينواز الصينيه ديال الفرن وندخلها الفرن اللي سبق لي وسخنته على درجه حراره 180 نشعل عليها من تحت ولفوق ونخليها 10 دقائق كتكون كافيه ونخرجوها من بعد فمن بعد ما طابت الجينواز وخرجناها من الفرن كيكون كي هذا هو الشكل ديالها هنا فكنحاول انني نفرغ عليها القليل من الماء يعني ماء بارد عادي تحت من ورق الطبخ هكذا كيسهل علينا من بعد اننا دغيا نزولو ورق الطبخ بسهوله والان فغادي نخليها كتبرد على جانب وندوز مباشره معكم باش نوجدوا الكريمه اللي غادي نحتاجه فبالنسبه للكريمه غادي نحتاجوا ليها كيس من بودره الكريم شونتي من وزن 100 أو 110 غرام غادي نحتاج معاه ربع لتر من الحليب يكون بارد ما يعادل 250 مليلتر كيس من سكر فانيلا جوج علب من بيغلي أو جبن كريمي غادي نحتاج أيضا أربعة ملاعق كبار من الكوك او جوز الهند المبشور سبق لي وطحنته فهادو المكونات وندوزو على بركه الله طريقه تحضير ففي وضعت بودره الكريم شونتي غادي نضيف ليها كيس من سكر فانيلا يمكن لكم ايضا بودره الفانيلا الا كانت متوفره عندكم غادي نضيف ليهم ربع لتر من الحليب يكون بارد جدا باش يسهل علينا اننا نطلعوا البودره ديال الكريم وغادي نطرب هاد المكونات مزيان مع بعض حتى كطلع ليا الكريم شونتي فمن بعد ما ضاعف ليا الكريم شونتي اولا طلعت ليا ولات متماسكه على هذا الشكل الان فغادي نضيف ليها جوج علب ديال بيغلي اللي هو عباره على جبن طري يمكن لكم تعوضوه باي جبن كريمي متوفر عندكم غادي نضيف ايضا جوز الهند المبشور اولا الكوك اللي سبق ليا وطحنته وغادي نطرب هذه المكونات مره اخيره فكيكون هذا هو الشكل ديال الكريمه اللي حصلنا عليها هذه الكريمه كتجي جديده بزاف فكنحتفظ بها في الثلاجه بما جهزت السيرو اللي غادي نسقي به الجانواز فبالنسبة للسيرو غادي نحتاج ليه نصف كأس من السكر ما يعادل خمسة وسبعين غرام كأس من الماء ما يعادل 200 مليلتر ملعقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان اللي يمكن تعوضوها بكيس من سكر فانيلا فطريقة سهلة كنوضع جميع هاد المكونات في كاسرول او في هذا اللي كنحضروا فيه القهوة غادي نوضعها على نار حتى كيدوب ليا السكر وكيتشكل ليا السيرو وكنبقاو مراقبينو باش ما يفوت لينا فهنا رجعت الجينواز من بعد ما كتكون بردات غادي نقلبها في شي بلاطو وغادي نحاول نزول ليها هذاك ورق الطبخ او ورق الزبده فكتشوفوا معايا يعني انه كيكون سهل انه كيتزول كيتزول بسهوله من بعد ما زولته فغادي نحاول انني نقسم الجينواز على جوج على هذا الشكل من بعد فغادي ناخذ هذاك السيروم بعد ما كيكون جهز يعني كنستعملوه هو ساخن لان الجينواز عندنا كتكون بارده كنحاول انني نسقي الجينواز مزيان يعني تقريبا هذا السيرو نحاولوا نقسموه على جوج فكنستمر بهاد الطريقة كنحاول أنني نسقيها مزيان وخصوصا الجوانب فمن بعد خديت الكريمة اللي كنت احتفظت بها في الثلاجة وغادي نحاول نوضع طبقة يعني تقريبا كنوضع هذيك الكريمه كامله على الجينواز بهذا الشكل فكنحاول نسرح الكريمه على الجينواز كامل بهذا الشكل ونحاول نخليها تكون طبقه متساويه يعني بهذا الشكل فالان غادي نجيب النصف الثاني من الجينواز ونضعه من فوق هنا فانا نسيت وضعته على هذه الجهه غادي نحاول نقلبه للجهه الاخرى فدائما حاولوا اننا نوضعوا يعني الجهه اللي كتكون مقاده هي للفوق الفوق باش عليها لا وشوكولا يعني تجينا طبقه مقاده لكن ماشي مشكل هنا انا, أنا قلبت للجهة الاخرى على هذا الشكل فهنا غادي نسقي هذا الجينواز مره اخرى يعني وقبل اكيد كنحاول نقاد الجوانب الا فرغ كان شي فراغ فانا كنعمرو بالكريمه بهذا الشكل من بعد ما قاديت الجوانب فغادي نسقي الجينواز ضروري نسقيها باش ما كتجيناش ناشفه فمن بعد ما كملت نقدروا نحتفظوا بها يعني غير في المطبخ او ندخلوها غير الثلاجه ماشي المجمد بما وجدنا لا وشوكولا فبالنسبه لا غاناش وشوكولا غادي نحتاج ليها 200 غرام من شوكولا اسود انا كنستعمل هاد الشوكولا بالنسبه للبنات لي كيسولوني فيه 55% من الكاكاو شوكولا دو كوفيرتور يعني نوعيه جيده ميتين غرام او غادي نحتاج مية وخمسين من الكريمة الخاصة بالطبخ فاول شيء غادي نوضع الكريمة فوق النار حتى كتسخن وكنحاول نقطع الشوكولا القطع صغار باش كيسهل عليا انهم كيدوبوا فكنقطعهم على هذا الشكل يعني القطع صغار يمكنكم ايضا تستعملوا شوكولا بالحليب الا ما بغيتوش تستعملوا شوكولا اسود يعني البنات هنا ما كانش متوفر عندهم شوكولا نوعيه جيده فيمكن لهم يستعملوا اي شوكولا عندهم ماشي مشكل ثم بعد ما سخنات لي الكريمه غادي نضيف ليها الشوكولا مباشره شوكولا من بعد كنكونوا قطعناه قطع صغار باش كيسهل علينا انه يذوب بسرعه غادي نخلط الشوكولا مع الكريمه ونحاول نخليهم يعني جوج دقائق حتى كيدوب ليا هذاك الشوكولا وكيف كتشوفوا فهو كيدوب مباشره الا بقاو لكم قطع ديال الشوكولا يعني ما دابوش لكم يعني كان الجو بارد فيمكن لكم توضعوا الكاسرول فوق النار تقريبا دقيقه او دقيقتين حتى كيدوب لكم الشوكولا يعني 100% وكتكون الكناش ديالكم واجده فكيكون هذا هو الشكل ديال وشوكولا يعني وجدناها بطريقه سهله بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني الكريمه الخاصه بالطبخ فيمكن لهم يذوبوا الشوكولا في حمام مريم او لبام ماغي الطريقه العاديه ومن بعد ضيفوا ليه علبه من ياغور طبيعي يعني بدون سكر لكي كيكون من وزن 110 غرام فكنوضع الطبقة ديال الكاناش وشوكولا على الكيك بهاد الطريقة يعني سهلة جدا هذا علاش قلت لكم ما توضعوش الكيك من قبل في المجمد لانه الا وضعتو عليه الكاناش وشوكولا فكيجمد لكم هذاك الشوكولا وما كيبقاش المنظر ديالو زوين فكنحاول انني نوضع هكا طبقة تكون متساوية على الكيك كامل ونحاول ايضا يعني نغطي الجوانب ايضا فمن بعد ما كملت خديت الكمية ديال كناش وشوكولا اللي بقات ليا ودقتها هكدا غير في بلاستيك ودقت فيها تقبو غادي نزين بهاد الشكل يمكن لكم تزينو بطريقة اللي بغيتو فغادي نوضع خطوط بهاد الشكل كنزين بهم ففي الاخير كنوضع خطوط من جوز الهند او الكوك على الشكل بالنسبه للتزيين اكيد انه كيبقى اختياري في الاخير يمكننا لينا في الثلاجه نحتفظوا بها بما قدمناها او نخليوها غير في المطبخ بما انه الجو بارد اذا كان الجو سخون فاكيد يمكننا لينا في الثلاجه حتى كتبرد مزيان ونقدموها وكي يكون هذا هو الشكل النهائي ديال كيندر ديليس اللي قدمت معكم اليوم الشكل ديالها كيجي زوين والمذاق ديالها كيجي رائع خصوصا عشاق الشوكولا فاكيد غادي تعجبهم كنتمنى انكم تجربوها لانها تستحق التجربه الى عجبكم فيديو اليوم وصفه اليوم ما تنساوش ديروا لي جيم وبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم اذا كنتو كتزوروا القناه لاول مره فما تبخلوش عليا بالاشتراك تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ونتلاقاو فيديو جديد وصفة جديده إن شاء الله